الحال متزن ولكن شرس في آن واحد، فلا بد من إثارة مجموعة من الملفات. ونحن في حزب الاستقلال نؤكد بأن الوقت حال الآن لإثارة بعض القضايا كاسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والجزر المرتبطة بهما. إذن فهذه القضايا كذلك هي المناسبة نعتبرها نحن الآن. إذن ما خصناش يعني الصبان يعبرت عن الأداء ديالها بشكل مباشر، وعليها الآن أن تصحح من وقفها بغض النظر عن الإجراء الذي أقدمت عليه مؤخرا باستنطاقه وكذا وكذا، ولكن باش تقبل باش تدخل بوثيقة مزورة وتحت غطاءات رغم أنه متورط في جرائم إنسانية يعني مطلوب للعدالة الدولية. إذا فلذلك يعني هذه المسائل لا يمكن للمغربي بطبيعة الحال أن يقبل يعني أجزاء الحلول في هذا الموضوع. فعلى إسبانيا بطبيعة الحال أن تراجع سياستها وتعلاقاتها مع المغرب وأن تعترف بشكل مباشر يعني بتصحيح مواقفها بخصوص يعني هذا الموضوع، والاعتراف بوحدة يعني بالاعتراف بالصحراء المغربية. إذن فالمغرب بطبيعة الحال كما هناك تعبئة شاملة بخصوص هذا الموضوع، هذا من جهة.